أنا تعبت وأنا ماشي وجاي على الصليب على أساس أنهم يجيبوا جثة السامي، والله ما جابوها. كثير من الصبر، قليل من الأمل، هذا ما تجنيه والدة الأسير الشهيد سامي العمور في كل مرة تعود خاوية من الأجوبة من مقر الصليب الأحمر في غزة حول مصير جثمان ابنها المحتجز لدى سلطات الاحتلال التي رفضت تسليمه للعائلة بعد استشهاده داخل الأسر في العام 2021. نفسي جبوه واطمن عليه واحكي معاه واشوفه، ولو انه ميت اطمن عليه وادفنه واطمن. اليوم اصبحت الاماني بحجم قبر يضم جثة ابنها الشهيد التي منعها الاحتلال من رؤيته منذ اعتقاله في العام 2008. انا بتمنى من رب العالمين في الاول ومن الصليب الاحمر ان يجيبوه عشان اشوف انا قبل ما اموت، اشوف وادفن عنه. يعني ليش يظل في مقابل الارقام؟ يعني ليش حاطين ضده هو بالذات؟ يعني تحتجز إسرائيل 11 جثماناً من جثامين شهداء الحركة الأسيرة، ثلاثة منهم من قطاع غزة، أقدمهم أنيس دولا المحتجز جثمانه منذ 34 عاماً، وآخرهم الشهيد خضر عدنان. دولة الإحلال تمارس هذه السياسة بشكل ممنهج بهدف سياسة الردع، سياسة التنكيل، التعذيب، إصدار رسالة للأجيال الفلسطينية أن من يقاوم الاحتلال ويطالب بطرد وكنس الاحتلال مصيره حيا أو ميتا سيكون إما احتجازا بعد الموت وإما أن يمضي مدى الحياة كل عمره في داخل السجون. مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى هي أماكن الاحتجاز التي ترفض إسرائيل الكشف عن أعداد الجثامين الحقيقية المحتجزة داخلها. فمنذ العام 67 تحتجز إسرائيل 250 جثمانا معلومة أسماءهم. تخشى العائلات الفلسطينية من سرقة أعضاء أبنائهم المحتجزين لدى إسرائيل بشكل يخالف القانون الدولي الذي يمنع الدولة المحتلة من احتجاز جثامين الشهداء. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.